السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. IT for Pass Module 7 Online Essentials. لو أول مرة حضرتك تكون معانا في IT for Pass، اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس وإن شاء الله يجيلك كل الفيديوهات الجاية. Online Essentials نموذج جديد. السؤال الأول: Which one of the following best description Describe www World Wide Web. World Wide Web هي مجموعة من أو كل الملفات اللي موجودة على الإنترنت، كل الدوكيمنت فايلز اللي موجودة على الإنترنت، كل السيرفرز الموجودة على الإنترنت، كل الويب سايتس الموجودة على الإنترنت. إنما الكوليكشن أوف كمبيوتر نتوركس اللي هو الأولانية دي عبارة عن الإنترنت. إنما الكوليكشن فاست كوليكشن أوف دوكيمنت دي عبارة عن الولد وايدر. سبميت. سؤال اللي بعده: Which one of the following is protocol part? Protocol part. ده protocol وده protocol. تمام. Protocol part of the web address HTTP Hyper Text Transfer Protocol. Hyper Text Transfer Protocol. تمام. ده مش protocol، أنا آسف، ده World Wide Web. ده الـ 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 زي لسه ما قايلين ان دوت عباره عن كل الملفات الموجوده على الانترنت. فالولد وايد ويب هو بيجيب لي بيشوف لي هل دوت موجود دومين نيم موجود على الانترنت ولا لا. سبميت. ويتش وان اوف ذا فولوينج ديسكريبت بودكاست. بودكاست اللي هو نشر المحتوى على الانترنت، نشر المحتوى على الانترنت من خلال الايه، المحتوى ده يكون مالتي ميديا زي الفيديو وزي الصوت، ونرجع تاني نرجع نسمعها تاني او نعمل لها داونلود. Digital media file that is downloaded from internet for playback on portable media player and personal computer. Submit. Digital certificate. Digital certificate. Digital certificate is a digital version that describes writing permission from the user which are to use servers. غلط طبعا. Digital certificate is digital verification of number of visit to a website. غلط برضو. Digital certificate digital verification that website is free from computer virus. مفيش website معلوش virus. Digital certificate is a digital verification that unauthorized ويب سايت. مش معنى كده ان كل الويب سايت عليها فيروس، لا، الانترنت اللي هو اللي عليه فيروس مش امن يعني. سبميت. سؤال اللي بعده: انكريبشن، تشفير. التشفير هو عمليه ان انا ببعت لحضرتك ملف والملف ده يكون متشفر عليه لغه، عليه اللي هي البيانات بتاعتي، اي حد هيوصل لها مش هيقدر يفتحها. العمليه الملفات بتاعتنا معمول لها تشفير على الانترنت. الباسورد واحنا بنكتبه على الانترنت ما بيننا وما بين السيرفر، في اشخاص كتير بيحاولوا يوصلوا له، لو وصلوا له مش هيقدروا يشوفوه لانه متشفر من خلال خوارزميات معينه. The process of transferring information using argument to prevent unauthorized access. Submit. Which one of the following is not usually a risk associated with online activity? من دول مش ريسك. مش ريسك. Possible loss of available hard disk space. باقي كله طبعا ريسك اثناء وجودنا على الانترنت. Submit. Which one of the following action would help to ensure children only use a computer at certain time. Install and update antivirus program. غلط طبعا. Implement computer uses session طبعا. Clear the browsing history. خطأ. Allow children to freely visit chat room. Submit. جزء بقى عملي، شكل الويب براوس اللي قدامي، برنامج بخش بيه على الانترنت، محتاج ان انا اروح للصفحة دي، هقف هنا واكتب
كل الـ URL ده وبعدين أدوس Enter. Refresh the web page. Refresh علامة الـ Refresh أهي أو F5. Delete أو Clear Explorer Browsing History. من Tools Delete Browsing History. ومن هنا أختار الـ History وبعدين أعمل Delete all files in the temporary internet files tools. Delete برضو browsing history والمرة دي هختار temporary internet files اللي هي الكاش folders. Delete active the hyperlink about us on the page on the HTTP نفس البيج ديت الويب بيج دي. أدوس عليها كليك شمال مرة واحدة. Submit. Go to the browser home page. أدوس على علامة الهوم. Submit. Delete the bookmark web page my home page. أدوس على favorite. Organize favorite. أختار الملف اللي قال لي عليه أو الويب سايت اللي قال لي عليه وأدوس من هنا delete. Close. Open the order form link in the hyper text transfer protocol. هدوس هنا على علامة او اكتب الويب سايت بالكامل احنا زرناه قبل كده. هدوس هنا لو ما زرتوش هفتح من هنا. في بداية الامتحان كان عندنا نفس الويب سايت فاحنا ممكن نفتحه من هنا وممكن اكتب بايدي كل ده. دوس انتر واروح على الاوردر فورم تحت خالص دبل كليك وابدا اكتب كل البيانات دي هنا. وفي التايب اوف برودكت هختار من الليسته اللي عندي. تمام. السؤال رقم 15 حليناه. ما طلبش مني ادوس سبميت تحت ولو انا دوست سبميت تحت يبقى السؤال رقم 15 خطا. فبالتالي اخد بالي انه ما طلبش مني ان انا اعمل سبميت في السؤال رقم 15. ادوس سبميت هنا واروح للسؤال اللي بعديه. السؤال رقم 16 بيقول لي اعمل سبميت. طب انا عملت سبميت في 15 يبقى 15 غلط و16 غلط الاثنين خطا. فبالتالي اكتب اللي مطلوب مني في 15 وما اعملش سبميت. السؤال رقم 16 ادوس بس مجرد ان انا ادوس سبميت هنا وبعدين اروح ادوس سبميت على الاجابه عشان اروح للسؤال رقم 17. يوز سيرش اوبشن ان يور براوز We browse to find information on e-commerce. هدوس هنا وبعدين ادوس على علامة العدسة واكتب هنا e-commerce. Search. Submit. Use advanced search. هدوس على advanced search. ابدأ اغير كلمة e-commerce هنا في الفريز ديت. هنا هبدأ اكتب فريز ان هو قال لي Use the advanced search feature in the search result to refine your search using the phrase. هكتب له الجملة دي بالكامل هنا. Disadvantage of e-commerce. وبعدين أدوس على advanced search تحت. Submit. Set the page orientation of the display web page to portrait and the paper size to letter. File. Page Setup واختار من هنا Portrait واختار من هنا الحجم يكون Letter. كليك OK. Submit. سؤال رقم 20. Open the Product List. هدوس عليها كليك شمال. Download and Save the Order Form. هنزل ادي الأوردر فورم تحت اهو. Download Order Form هدوس عليها تفتح لي الويندو اللي قدامي ديت مكتوب فيها اسم الملف order form dot docs زي ما هو قال. مكتوب فيها النوع docs. مكتوب فيها انا جايبها داونلود من الملف من الويب سايت دوت. هعمل لها داونلود الى يبقى داونلود لي document litmus 2. هدوس هنا براوز document litmus 2 واقول اوكي. سيف.
روح بقى للجزء الخاص بالكوميونيكيشن، انزل ايميل ادرس، الايميل ادرس اللي قدامي ده وات از ذا هوست نيم، ذا هوست نيم كل ده اسمه دومين نيم دي اي او ال هوست نيم. سبميت which one of the following allow phones user to send and receive brief message SMS. Which one of the following is an illegal attempt محاولة غير قانونية to acquire sensitive information. عايز ياخد بعض المحاولة غير قانونية عشان ياخد بعض المعلومات الحساسة زي اسمي user name password and credit card details through the internet. شخص بعت لي رسالة والرسالة دي عايز ياخد منها يستنبط منها او بيسألني عن بعض المعلومات وانا هكتبها له بحسن نية، دي اسمها phishing تصيد، رسائل تصيد. submit which one of the following action could lead to the computer being infected with virus. ايه من دول هيخليني عرضة للفيروس؟ opening email attach. submit which one of the following doesn't conform to network etiquette. من دول مش طريقة كويسة اثناء استخدامي للايميل ان انا هبعت رسائل لمعظم الناس اللي عندي، تمام، لكل الناس اللي عندي unsolicited email to people who whose name may have seen in RFCH or on mailing list. تبعت على طول للناس كده ايميلات لكل الناس مرة واحدة. submit هنا جزء عملي خاص بالايميل. save the open message with the subject line attend this as a draft. ادي الايميل مفتوح وانا كتبت فيه حاجات كتيرة وما بعتوش لحد، يبقى من file save، تمام، راحت كده للدرافت. اي حاجة انا بحفظها او بقفلها بدون ما احفظ راحت للدرافت. create new mail، create mail with the mail هكتب هنا to jane@checkmail.co.uk وبعدين هبدأ اكتب كل الرسالة. السؤال ده 27، لو انا بكتب بطيء شوية ااجله للاخر وخليه السؤال رقم 36 بالنسبة لي. send the message open the message address to shane@mymail.com from the draft. اروح للدرافت shane@mymail double click شمال and enter billing statement as subject line. هبدأ هنا اكتب billing statement. send the message ادوس send. submit سؤال رقم 29 open the message address ces@online-newspaper double click insert the file. يبقى هعمل attach، هدوس على attachment واختار الملف من document litmus اللي اسمه invitation هختاره وبعدين ادوس open send the message. سؤال رقم 30 send the meet aunt Lisa double click in the draft folder with the high priority importance. هدوس هنا check كليك واحدة شمال وادوس send message. forward email، forward يبقى اكيد هيبقى في الانبوكس. forward the email message containing view for homecoming in the inbox folder. هدوس على inbox واختار الايميل، اختاره وادوس forward او double click ومن جوه هدوس ايه forward واكتب الايميل الجديد اللي قال لي عليه عشان اعمل له forward ويشوف معانا نفس الرسالة وادوس على send. in the message from leave@checkmail double click فتحنا المسج. save the attachment ادي الاتاتشمنت، كليك يمين داونلود اتاتشمنت فولدر وبعدين ارجع هنا اشوف هو عايز نعملها داونلود فين. دوكيمنت ليتموس 1 بنفس الاسم save with the default name and open the downloaded file. هدوس هنا على
open download file. Submit. Mark the email message with the subject billing statement as unread in the inbox folder. هقف عليها ومن edit make as read. Make as unread. Submit. In the inbox message, sort the email message by date from the most recent to oldest. مجرد ان انا هدوس على date received، كليك شمال مرة واحدة بس. سؤال رقم 35. Move the email message from to new folder project 1. فين الميل ده؟ الميل ده عندي في الانبوكس، هو اخر واحد. هدوس عليه كده، كليك شمال ودراج ودروب، دراج كده واسيبه هنا. سبميت. ونروح لاخر سؤال. كرييت نيو ديسكريبشن ميلينج ليست نيم كلاس ميل. من تولز ديسكريبشن ليست اسمها كلاس ميت. كرييت اد، وهبدأ أضيف البيانات اللي هو طلبها. نيشا ولايف وتريشا، اختارهم وبعدين أدوس أوكي. ضفوا عندي هنا، كليك أوكي. سبميت. فينيش ذا تيست. توفيق للجميع إن شاء الله. اي تي فور باس، لو أول مرة تكون معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، إن شاء الله يوصلك كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. لو عجبك الفيديو لايك، لو عجبك أكتر شير. توفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.